أثارت المعايدة المتبادلة بين الممثل السوري قصي خولي وزوجته التونسية مديحة الحمداني بمناسبة عيد الأم حيرة المتابعين، وتساءلوا عن مصير علاقتهما بعد كل ما دار بينهما من خلافات واتهامات. قصي كان قد نشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي بطاقة معايدة توجه من خلالها إلى كل الأمهات وعايد فيها أمهات العالم وزوجته مديحة الحمداني، فكتب: كل عام وأمهات العالم بخير، كل عام وأمي وأم ابني وحبيباتي أخواتي الأمهات بألف خير وصحة وسلامة. والمفاجأة كانت في رد مديحة عليه، إذ كتبت: شكرا يا أبو الروح، وأنت بألف خير وسلامة، والله يحمي لنا أمهاتنا وصغارنا نحن والناس الكل. وركز المتابعون على استخدام قصي ومديحة في تعليقهما عبارتي أم ابني وأبو الروح، وتساءلوا إذا كانا منفصلين بطريقة ودية، فيما أشار آخرون إلى أن الأمور عادت إلى طبيعتها بين الزوجين وأن الصلح قد تم بينهما، لا سيما بعد أن لاحظ المتابعون أنهم عادا لمتابعة بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن سعادتهم بالخطوة التي قام بها الثنائي لما فيها من مصلحة على الصحة النفسية لولدهما العميد فارس. قصي كان قد وضع سابقا تعليقا على صورة نشرتها زوجته على حسابها الخاص على انستغرام لابنهما العميد مع رسالة تعيده فيها بأنها ستعلمه أنه من المقبول أن يفشل وأنها ستحبه عندما يفعل وبأنها ستدعمه في كل ما يفعل وأن تشجع هواياته وتطلعاته المهنية وخيارات حياته. تعليق قصي لم يكن هو الصادم بحد ذاته آنذاك، إنما اعتماده صيغة الجمع في كتابته للتعليق جعلت رواد مواقع التواصل يؤكدون أنهما عادا لبعضهما. ويقول قصي في تعليقه: يا روحي أنت يا صغيرنا يا كل دنيتنا، الله يحميك ويحرسك ويكون معك دائما، العميد فارس خولي ضو عيوني أنت. إلا أنه لم يلقى إجابة من زوجته آنذاك عكس ما حصل في عيد الأم. يذكر أن قصي قد تعرف على زوجته مديحة قبل 3 سنوات في أمريكا ولم يصرح عن هذا الزواج إلا عندما رزق بابنه العميد.